السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار ان شاء الله غادي نقدموا واحد الحلقة اللي في الحقيقة هي فريدة من نوعها، واحد الحلقة كتكلم على زيادة المناعة ديال الأرانب في فصل الصيف، خاصة في فصل الصيف. اول حاجة انا هاد النقاط حاولت ندونهمكم ونهضر عليهم بشكل مفصل. اول حاجة وهو الأدوية، ملي كنعطيو الأدوية للأرانب كنعطيوه، كاين اللي كيمشي غلط أنه غادي يزيد الجرعات باش هذوك الأرانب غادي يكتسبوا مناعة أكثر. هذا هو خطأ كبير كبير، ويعني كاين الناس اللي هضرت معاهم في الكمية اللي كيديروا ديال الدواء لقيتهم كيزيدوا الدواء بواحد الكمية هي كتبان قليلة، يعني في العود ما يعطي مثلا معلقة واحدة كيعطي جوج معلقات، وهذا خطأ شائع وخطأ كبير. كاين واحد القولة كيقولوها يعني من باب الدعابة، كيقول لك الدواء كيتعطى بالغرام ماشي بالعرام، هذه كيقولوها الناس ديال بكري، وفعلا هاد القولة راها صحيحة 100%. كاين عاوتاني الا بغيتوا هاد الارانب ديالكم يكتسبوا مناعة في الصيف عليكم بالنظافة. نظافة ديالاش؟ نظافة ديال المياه، يعني سواء اللي عنده هاد الطيسان، هاد النوع الطيسان، سواء اللي عنده الشرابات بحال هذاك التيول اللي راه فايد من تما، يعني منين كيكونوا دايرين واحد 10 لتر مثلا وكسامحين فيها وغير كتكبوا الماء وفوقوا ماء لا ديما هذيك 10 لتر ولا هاد السقايات هادو ولا اي حاجه اللي كديروا فيها الماء، هاد الطاسات مثلا خصهم يتغسلوا مزيان. انتم لاحظوا ان الماء ديما كيكون بيض، يعني لان اعزكم الله هما كيفزقوا فيه، يعني كيكونوا كيلعبوا ولا هذه كيفسدوا فيه، هذاك حتى هو ما كيخليهمش يكتسبوا واحد المناعه، بالاضافه الى الغبار اللي كيطيح في الماء، حتى هو خصو يكون الماء نقي، داك الزغب ديالهم كيطيح في الماء. المهم ديما هذوك حاولوا تنظفوا. ثالث حاجه وهذا يعني هذا الماء الا ما كانش نقي راه كونوا متاكدين انهم غادي يمرضوا بواحد الامراض يعني معويه انتم غينا عنها والجهاز الهضمي ديالهم. ثاني حاجه او ثالث حاجه وهي عدم تعريض الارانب للتيارات الهوائيه المباشره، يعني ماشي تمشيو لواحد يعني تشوفوا الصهد كاين تجيب واحد الفرفره وتحطوها مقابله لهم، لا، ديما يكون غير واحد التيار ديال الهواء، يكون مثلا في السقف ولا الفرفاره تعليوها الفوق ولا غير واحد الشريجم وتحطوه في حدا واحد الفرفاره اللي يبقى الكورون دير يبقى يدور في ديك الحجره، او مثلا بحال الشكل ديالي انا دايرهم غير في السطح كاع ماشي مشكل. يعني التيارات الهوائيه ما تعرضوش الارانب ديالكم للتيارات الهوائيه بشكل مباشر على جسم الارانب. كاينه قضيه اخرى، التنظيف ديال الارضيه. الناس اللي دايرين يعني الارانب في الارض حاولوا انكم تضاعفوا هذاك التنظيف اللي مولفين كتنظفوه في الايام العاديه، لان في الصيف كتكون الحراره، كتكون الانسان كيعجز انه يمشي ويبقى ينظف، وهذه لا، تنظيف بشكل يومي بصفه منتظمه ورسميه، يعني اللي داير مشروع خصو يكون يفيق الارانب ديالو في فصل الصيف. كاين عاوتاني العلاج ديال الارانب المصابه بالامراض، يعني ملي تشوفوا شي ارنب يعني مصاب بشي نوع من المرض، كيما بغى يكون المرض ديالو، ماشي تشدوه وتخليه مع ذوك الارانب وتقولوا باللي هو صافي غادي نداويه وهو معاهم، لا، صافي مصاب بواحد المرض كيكون بخطره القطع كامل مزيان، الا هو كيتصاب بواحد المرض صافي حاولوا تفرزوه بعيد، لان ديك الساعه فصل الصيف كيكون داك المرض كيشيع بين القطيع بواحد يعني بسرعه هائله، يعني ماشي بحال في المشتى ماشي بحال في الصيف. يعني منين تشوفوا شي واحد مريض حاولوا تفرزوه بوحدو، اول حاجه الفرز، عمليه الفرز. ثاني حاجه يداوى ما يبقاش مريض، يعني اذا كان فيه شي حاجه يعني ايا كان هذا النوع ديال المرض، المهم ان ما يبقاش محطوط مع القاطع. كاين واحد النقطه اخرى، حاولوا انكم في فصل الصيف بيعوا الارانب، ما تخليوش الارانب عندكم، لان
يعني الا مشيتو زدتو خلفات اخرين قبل الصيف كيولي عندكم واحد العدد، شحال واحد كيقول انا غادي ننتج بزاف قبل الصيف ونقطع في الصيف، ولكن هذوك الزياده في الاعداد سمو كي من كيؤدي الاكتضاض، الاكتضاض في وسط في الارانب. سمو غادي يوقعوا امراض بزاف، غادي يوقعوا ديك الامراض كتنتشر بسرعه، سميتو المناعه ديالهم ما غاتبقاش هي هذيك، وخصوصا في الصيف، لان الصيف الناس كيواجهوا فيه مشاكل، الناس كيبغوا يضربوا عصا يعني عصفورين بحجر واحد. سمو كيقولوا الزياده في الانتاج، ونبقاو غير نسمنوا ونبيعوا. سمو كيوقع اكتضاض، سمو كيوقعوا امراض، سميتو حتى الا بغيتو تشدوا شي حاجه وتكسبوها لكم ما كتصلحش. علاش؟ لان كاين اكتضاض، المناعه ما كايناش. ملي كتبغوا تزوجوهم واخا في فصل اخر، صافي المناعه ما كتبقاش عندهم، صافي يعني انتم خسرتوا المشروع، خسرتوا على الاقل هذيك الفتره اللي انتم كنتوا ناويين فيها الخير. اذا هذه هي النصائح، مجموعه من النصائح اللي تعطات هذا النهار. يعني حاولوا انكم تشدوا الهضره وتعاودوا الفيديو، تعاودوه وتفهموا سمو كيفاش نتعاملوا مع الارانب ديالنا في فصل الصيف، كيفاش نكسبوهم واحد المناعه اللي قويه، هي ربانيه من عند سيدي ربي، يعني ماشي غادي المناعه كتعطيوها لهم عبر ادويه، ولكن كتكون عباره عن اكتساب الجو يعني الذكاء ديال المربي هو اللي كيخلي الارانب ديالو يكتسبوا هذه المناعه. اذا الحلقه ديالنا سهلات ديال النهار، شاركوا معنا الناس اللي ما شاركوش معنا، قناه جميله وغاديه في استمراريه ان شاء الله. تكيو على زر جيم ساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.